عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ للمستوى الثالث ابتدائي، جد سعيد بتقديم هذا النشاط الإبداعي لمادة التربية التشكيلية محور الترميد. عنوان الدرس الأشكال، التذكير بالأشكال الهندسية والأشكال العضوية. يقول أنطوني غاودي المعماري الإسباني: سوف يعتمد مهندس المستقبل على تقليد الطبيعة لأنه أكثر الطرق عقلانية.
يقول الرسام الإسباني خوان ميرو: أحاول تطبيق الألوان على اللوحات مثل الكلمات التي تشكل القصائد والعلامات التي تصنع الموسيقى.
الحديقة فيض من الجمال الآسر والعجيب، زهور وورود متنوعة. يقول الرسام الفرنسي هنري ماتيس: لا أحاول التعبير عن الطبيعة، وإنما أشتغل مثلها.